احنا عايزين نشتغل على الابر ليفت 6. طيب هنبتدي نروح دلوقتي نعلم على الرابر دام. بنعلم ازاي؟ اول طريقه عندنا باستخدام الاندكس. طيب بنحط الاندكس فين؟ في ناس بتيجي تحطه كده وتبدا على طول انها تعلم. طيب ايه اللي بيحصل لما لو عملنا حاجه زي كده؟ هتلاقي عندنا مشكله لما نيجي بعد كده نعلم ونعمل نشتغل بالبانش ونيجي نحط الرابر دام. هتلاقي في الاخر الرابر دام لما بيتحط انترا اورال هتلاقيه مشفت، يعني دايما ممكن تلاقي الفريم بتاعك قريب قوي من المكان اللي انت اشتغلت فيه، فبالتالي هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل براحتك وممكن تلاقي الكلام بيفك وبيصير منك. طب الصح ايه؟ الصح ان احنا بنحط الرابر دام مكررين المكان بتاعنا اللي هو الابر ليفت ونبدا نحط الاندكس. الاكسس بتاعي بيكون ناحيه المكان اللي هشتغل فيه، يعني هنا احنا عندنا ابر ليفت يبقى الاكسس كله بيكون ابر وليفت. طب افرض انا كنت عايز اشتغل ابر رايت، حاضر، يبقى الاكسس بتاعي يكون كله ابر ورايت. تمام. طيب دلوقتي عايزين نعرف انا هعلم على كام سنه؟ احنا هنشتغل على الابر 6. لو انا هشتغل على الابر 6 يبقى انا محتاج اخد مولر وراه واخد 2 مولر قدامه. ومش عايزك تحفظها بقاعده على قد ما انت محتاج سبيس. احنا اتفقنا الكورس بتاعنا اسمه مالتيبل ايزوليشن، فبالتالي انا مش عايز اعمل فكره ايزوليشن على سنه واحده. لو انا عايز اشتغل على ال 6 مش هينفع اقوم حاطط الايه التعليم بتاع ال 6 بس، لا انا هاخد ال 7 وراه وهاخد ال 5 وال 4 قدامه. طيب افرض انا عايز اشتغل على ال 7 روح لل 8. طب ال 8 مش موجود او صعب جدا ان انا امسك عليه كلام، خلاص حط الكلام بتاعك على ال 7 ودي هنتكلم عليها بعد كده قدام ازاي اعرف اشتغل في الايزوليتد توث في فيديو منفصل. ولكن هنا انا في مرحله التعليم على الرابر دام، يبقى انا لازم اخد درس وراه، مفيش، خلاص هتشتغل على الدرس ده وهنتكلم عليها بعد كده تتظبط ازاي. طيب انا عايز اشتغل على ال 5 يبقى تحط الكلامب على ايه؟ حط الكلامب على ال 6 ولو عرفت تحطه على ال 7 حطه على ال 7، كل ما توسع على نفسك مفيش مشكله ومش هيفرق معاك خالص. دلوقتي يبقى دي كانت الطريقه الاولى بالنسبه لنا ان احنا نعلم باستخدام الاندكس. طيب في طريقه ثانيه هنتكلم عنها دلوقتي بتكون مور اكيوريت من استخدامنا للاندكس. اولا ليه ممكن ما نحتاجش، ليه طريقه الاستخدام الاندكس ممكن مش هي اللي تكون مور اكيوريت؟ واخد بالك من حاجه في الاندكس لو ركزت معايا هتلاقي ان هو ستاندرد على كل الحالات اللي انت هتقابلها في حياتك. هل كل الحالات اللي هتقابلها في حياتك المسافه ما بين ال 7 وال 6 بالمنظر ده وما بين الاسنان بالمنظر ده؟ هل الارش بالمنظر ده؟ لا طبعا، ده زي متاخد مين او ستاندرد لكل الاسنان اللي هتقابلها في حياتك، فده مش منطقي. بالتالي ممكن تلاقي جدا حالات مش هتعرف تعمل لها ايزوليشن صح. زي ايه؟ حالات الميل الاينمنت، الروتيشن، الحالات اللي بتلاقي فيها تايت كونتاكت، الحالات اللي ممكن تلاقي فيها سبيسنج ما بين الاسنان. بتلاقي دايما منظر بيقابلك اللي هو تلاقي المسافه ما بين السنه والسنه تلاقي الرابر دام مفتح، تلاقي في النص الرابر دام مش مقفل كويس، تلاقي الرابر دام مش عارف يخش حلو ما بين التوس والتوس الثانيه. كل ده بيحصل ليه؟ لانك بتستخدم الطريقه التقليديه. طب في طريقه مور اكيوريت؟ اه، تعال نشوف مع بعض. انا دلوقتي عايز اشتغل على ال upper 6 5 4 3. فبالتالي الطريقه الثانيه بتاعتي ان انا باجي انترا اورال بجيب الرابر دام اقوم عامله سنترلايزد على المكان اللي عايز اشتغل فيه. يعني ده هنا يبقى ده السنترال بتاعنا، الرابر دام يبقى سنترلايزد عليه. باجي بفرد الرابر دام انترا اورال وبيجي معايا الاسيست، حد انا بفرد وحد بيعلم. هنا هبتدي اعلم بالظبط على الاماكن اللي انا عايزها، يا اما اختار مكان واثبته يا اما في السنترال في نص المولر او على الكاسب تب. تمام.
انا كده هنا علمت على ال 7 6 5 4. طب تخيل لو انا ده كنت علمته باستخدام الاندكس. تعالوا نشوف مع بعض كده. واخدين بالكم الشكل عامل ازاي؟ تعالوا نرسم كده خط. بصوا المسافات هنا عاملة ازاي؟ طب بصوا المسافات هنا. المسافات هنا كانت اضيق شوية، اما هنا كانت اوسع شوية. يبقى انا اللي بيحكمني هو مين؟ افضل طريقة ممكن تخلي معاك كل الحالات ماشية كويس هي الطريقة انك تعلم انترا اورال. وهرجع تاني اقول لك ان الطريقه بتاعتي لما باجي احط الشيت بفرده فرده صغيره، مش بشد جامد، يعني مش بقوم شده جامد كده ولا مخليه مرخي، لا شده خفيفه. ومع الشده دي بنبدا نعلم. وما تنساش انك تكون سنترلايزد. لو ابتديت تعلم كده وانت من الطرف، في الاخر الفريم بتاعك هيتحط على الاطراف وياخد الكلامب بتاعك ويطلع لبره، مش هيبقى حلو. فلازم تخليه سنترلايزد، المكان بتاعك يبقى سنترال في الرابر ده. طيب دلوقتي لو انا عندي عايز اشتغل في المكان ده، ومثلا عندي هنا في سنه اكستراكتد، وعندي هنا في سبيس ما بين الفور والثري، مش ده الوضع الطبيعي، ولكن زي ما قلت لك كل حاله مختلفه عن الثانيه. عشان كده افضل تكنيك لينا في الشغل هو ان احنا نعمل كاستمايزيشن، ما نشتغلش بالاندكس. برضه هنيجي نفرد الرابر ده باستخدام مساعدة الاسيست، نخليه سنترلايزد. ممكن نخليه سنترلايزد شوية. ايوه تمام. ونبتدي نعلم 7. خلاص مش هعمل حاجة في 6 هنا، بعد كده على 5، بعد كده على 4، بعد كده على 3. نشيل. خدتوا بالكم هنا المسافة كبيرة شوية ما بين مين ومين؟ ما بين الفور وما بين الثري. ليه كبيرة؟ عشان في سبيس هنا. لكن لو أنا جيت كنت عملت الكلام ده على الإندكس، المسافة ما كانتش هتبقى بالوسع ده، كانت المسافة هتبقى أضيق، لأن الإندكس ثابت. شوف المسافة ما بين الثري والفور، شايفين؟ مسافة ضيقة قوي. فلو أنا كنت اشتغلت بالإندكس هيصب عليا في الآخر إيه هنا؟ هيصب عليا بان الرابر دام مش هيكون مقفل كويس على البابيلا. والمنظر ده بنشوفه كتير قوي، تبقى عامل رابر دام وتيجي في النص تلاقي الرابر دام مش مقفل حلو على الجنجفا بتاعتك او البابيلا بتاعتك.